قاعد يتنحى من رئيس البلدية وطلع قاعد يتنحى وقاعد يتحاسبوا خويا. كي تكون عدالة مستقرة ومستقلة تاع الصح ثم يتحاسب، ما نحاسبوهمش حنايا. حنايا الهدف تاعنا نمنحوا هذو العباد اللي راهم بالحكومة، الحكومة هذه غير شرعية تاع بدوي وبن صالح، هذو يروحوا ما يسحقوهمش، ما نقدروا نديروا رجال مزهاء يحكمونا. هكذا حنا نديروا حكام من طرف الشعب ماشي من طرف الخبازة، ما يسحقوش الخبازة يحكموا بينا. ماشي بلادنا حكموها، حروها الشهداء وحكموها الشهداء، ما يسحقوهاش. سلام عليكم. ونحوسوا حاجة واحدة، نحوسوا حنا الشباب نتاعنا يعيش في بلاده، ما يعيش